شرطة 60 بلاك هوك طائرة هليكوبتر هو إنتاج شركة الطائرات سيكوسكي الأمريكية. متوسطة 4 أدوار طائرة هليكوبتر ذات محركين. شرطة 60 بلاك هوك تعدد استخدامات طائرات الهليكوبتر قوية جدا، سواء كطائرة هليكوبتر نقل أو كمروحية قتالية، يمكن أن تكون مختصة تماما لمجرد أن لديها مثل هذا التنوع الممتاز. لذلك فهي أيضا واحدة من طائرات الهليكوبتر الأكثر تصديرا في العالم اليوم، وقد اشترت أكثر من 20 دولة شرطة 60 بلاك هوك. من بين هؤلاء اشترت تركيا ما يصل إلى حوالي 230 طائرة. يبلغ طول طائرة الهليكوبتر 19.76 شرطة 60 بلاك هوك مترا، وارتفاعها 4.05 أمتار. والحجم ليس كبيرا جدا في المروحية من حيث الطاقم، ويمكن أن تحمل في كثير من الأحيان 13 شخصا، من بينهم 2 في قمرة القيادة هما الطيار ومساعده، بالإضافة إلى 11 شخصا في المقصورة. ويمكن اصطحاب ما يصل إلى 20 شخصا في مهمة قتالية طارئة، وهو أمر رائع جدا بين طائرات الهليكوبتر من نفس المستوى. تم اعتماد الماكينة الكاملة لطائرة الشرطة 60 بلاك هوك، الهيكل شبه الأحادي المصنوع من السبائك الخفيفة المضادة للاصطدام. بالإضافة إلى ذلك تحتوي مروحية الشرطة 60 بلاك هوك أيضا على معدات هبوط ثابتة في الخلف وممتصات صدمات ثقيلة، ويتم تعزيز القوة الهيكلية الشاملة في الأجزاء الرئيسية. يمكن أن يضمن أن المروحية لن تتسبب في أضرار جسيمة للجسم في حالة حدوث هبوط عرضي وسريع، ويمكنها حماية الركاب بشكل فعال في الطائرة بحيث تكون الإصابة أقل. كما تم تجهيز الجزء السفلي من جسم الطائرة مع زوج من الزلاجات، والتي يمكن أن تضمن أن المروحية يمكن أن تقلع وتهبط في مناطق الثلج والمستنقعات. هذا التصميم عملي للغاية نقطة من المظهر. هناك الكثير من الزجاج المربع مثبت على جانب جسم الطائرة شرطة 60 بلاك هوك. هذه الزجاج ليست زجاجاً عادياً، فهي تسمى زجاج العرض متعدد الوظائف، والتي يمكن استخدامها لعرض التضاريس والوضع المحدد، ويمكن فتح الزجاج الموجود على الجانب للتهوية، ولكن هذا متاح فقط في الطراز الأحدث. تحت بطنها يوجد خطاف حبال يمكنه رفع 4080 كيلوغراماً من البضائع، ولديه قدرة تحمل قوية جداً. يعتمد الدوار واللوج الذيل في بلاك هوك تصميماً من 4 شفرات، وكل شفرة من شفرات الدوار مصنوعة من عوارض جناح سبائك التيتانيوم، وجلد الألياف الزجاجية، وقلب عش الذروة، والحافة الرائدة لتكوين غمد تآكل الميكل. قطر الدوار 16.36 متر، مساحة الدوار 210 متر مربع. لب الذيل مصنوع من مادة مركبة من راتنجات الإيبوكسي. سواء كان لب الذيل والدوار يمكن أن يتحمل إطلاق قذائف 23 ملمتراً. تم تركيب أقدم طائرة هليكوبتر من طراز شرطة 60 بلاك هوك بذيل مسطح ثابت، ولكن هذا تسبب في إمالة المروحية لأنفها لأعلى في وقت الهبوط والتحليل، والذي كان من السهل أن تتعرض للحوادث. وبعد التعديل اللاحق تم تغييرها إلى نمط الذيل المسطح الذي يمكن خفضه الآن، مما زاد من عامل الأمان، مما يدل على أنه من حيث السلامة لا تزال طائرة الهليكوبتر شرطة 60 بلاك هوك تعمل بشكل جيد للغاية نقطة. من حيث القوة، تم تجهيز مروحية شرطة 60 بلاك هوك بمحركين توربينيين من طراز جنرال إلكتريك T700 شرطة دي شرطة 70 بقوة قصوى تبلغ 2330 كيلووات، ويمكن أن تصل أقصى سرعة طيران للمروحية إلى 357 كيلومترا في الساعة، وسقف العملي 5790 مترا، ومدى القتال يصل إلى 2220 كيلومترا. وهناك أيضاً واحد مثبت بين المحركين نقطة تستخدم وحدة الطاقة المساعدة T26 شرطة 40 شرطة 1 لشركة سنتربين بشكل أساسي لبدء تشغيل المحرك وكقوة أرضية مساعدة. أهم شيء هو المحرك في المهام القتالية، حتى لو تسربت جميع زيوت التشحين يمكن أن تستمر في العمل لمدة نصف ساعة. يمكن القول أنه في العديد من أنظمة طاقة طائرات الهليكوبتر يطلق على بلاك هوك بالتأكيد الأفضل. الشرطة 60 بلاك هوك نصف قطر المروحية القتالية من 592 كيلومترا، لأن طائرة هليكوبتر بلاك هوك هي طائرة هليكوبتر للأغراض العامة، لذلك فهي ليست قوية جدا من حيث التسلح. أمام فتحة منزلقة هناك نافذة مدفع رشاش يمكن تثبيت أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة للدفاع عن الضربة. هذه هي الوسيلة الوحيدة للهجوم والدفاع عن طائرة هليكوبتر بلاك هوك في البداية، ولكن في وقت لاحق بعد العديد من الترقيات والتحسينات. والآن في الجناح القصير من طائرة هليكوبتر الصقر الأسود يمكن أيضا تركيبها مع العديد من الأسلحة المتقدمة مثل صواريخ ستينجر بوغو،
وصواريخ هيلفاي المضادة للدبابات والصواريخ. لديها نظارات للرؤية الليلية متوافقة داخل قمرة قيادة بلاكه، مسجل بيانات الرحلة، وجهاز استقبال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ونظام الملاحة بالقصور الذاتي الجي بي اس المتكامل. وما إلى ذلك، يحتوي جسم الطائرة على مجموعة من نظام التدابير المضادة للدفاع عن النفس. يمكن استخدام النظام للتشويش على البحث عن الحرارة، مما يجعل من الصعب على العدو اكتشاف جسم الطائرة. وعلى جانبي الجزء الأمامي من شعاع الجناح يوجد قاذفة قنابل تشويش L39-0، وهي الوسيلة الرئيسية للتدابير المضادة الإلكترونية L60 بلاك هوك. نماذج مختلفة من بلاك هوك هليكوبتر تكوين إلكترونيات الطيران هو أيضاً مختلف. طائرة هليكوبتر بلاك هوك وحدها لديها حوالي 20 نماذج. بالإضافة إلى بلاك هوك، هناك أيضاً سي هوكس ونيت هوكس وبيف هوكس ونيت هوكس وما إلى ذلك. من الستينيات إلى التسعينيات، كانت طائرات الهليكوبتر شرطة واحد هيوي التي تنتجها شركة أمريكان هيليكوبتر كامبني هي المروحيات الرئيسية في الولايات المتحدة في ذلك الوقت. أثبتت مروحية أيضاً قيمتها في حرب فيتنام، ولكن في ذروتها تم الكشف عن العديد من المشكلات. لذلك قررت الولايات المتحدة تطوير نوع جديد من طائرات الهليكوبتر لتحل محل الطائرات. وفي هذه الحالة، في يناير 1972، أصدر الجيش الأمريكي طلباً للحصول على اقتراح نظام مروحية نقل عام للصناعة العسكرية الأمريكية، والذي ذكر أنه يجب مطالبة المروحية الجديدة بتلبية معايير جديدة من حيث الأداء والبقاء والصيانة. وبعد الانتخابات، في أغسطس من نفس العام، تم إدراب بوين غوسيكوسكي بنجاح في القائمة المختصرة. وبعد القائمة المختصرة، تم منح كل قسم عقداً لطائرتي اختبار أرضيتين وثلاثة نماذج أولية لرحلة تجريبية. في 17 أكتوبر 1974، تم اختبار أتيس الأصلي لسيكورسكي بنجاح لأول مرة. وبعد شهر، تم اختبار النموذج الأولي شرطة 61 إيه من بوينغا بنجاح أيضاً. في ربيع عام 1976، بدأ الجيش الأمريكي اختباراً إضافياً وتقييماً للنموذجين الأوليين، واستمر هذا الاختبار لمدة 10 أشهر. تم اختيار سيكورسكي أخيراً وفاز بالجائزة نقطه شرطة 60 إيه. الدفعة الأولى من الطلبات للطائرة هو شرطة 60 مروحية بلاكه. والآن على الرغم من أن المروحية هو شرطة 60 بلاك هوك لا تزال في الخدمة، مع تطور العصر وولادة الأسلحة الحديثة، فإن بعض أدائها لم يواكب العصر، مثل مروحية شرطة 1 هيو. سيتم أيضاً القضاء على مستقبل طائرة هليكوبتر بلاك هوك. ومؤخراً أصدرت الولايات المتحدة مناقصة مشروع طائرة هليكوبتر مستقبلية، تسمى برنامج طائرات الهليكوبتر الهجومية طويلة المدى المستقبلية فاصلة فلورا، وتستخدم الخطة لتحل محل طائرة هليكوبتر بلاك هوك. ولكن مع طائرة هليكوبتر شرطة 1 هيوي التي لا تمثل للمناقصة نفسها، هذه المناقصة بوينغو سيكورسكي هي شراكة، وأطلقت بشكل مشترك طائرة هليكوبتر مركبة صلبة ثنائية الدوار متحدة المحور تسمى ISB-1 دفين. هذا ذا الاسم ممتع للغاية إذا تمت ترجمته مباشرة إلى المقاومة أو الاستفزاز. فأنا شخصياً أعتقد أن اسم سيكورسكي بوينغ يجب أن يعبر عن أن مظهر الطائرة سوف يكسر العديد من القيود النظرية لطائرات الهليكوبتر التقليدية. وهذه المرة، أصدر موقعهم الرسمي أيضاً بياناً قال فيه إن هذه الطائرة تتمتع بقدرة فائقة على المناورة وقدرات تنفيذ المهام القتالية، ويتم تضمين هذه القدرات بشكل مثالي وتوسيع نطاق مهمة مروحية بلاك هوك النشطة. في الواقع، ما أريد أن أقوله هو أن بلاك هوك يمكنها أن تفعل ما في وسعها، ويمكنها أن تفعل ما لا تستطيع بلاك هوك القيام به. باختصار، إنها قوية، لكن هذه المرة فإن الطائرات التي أطلقها منافسوها ستفعل لا تظهر ضعف هذه مروحية L-280. لا نعرف من سيكون خليفة مروحية بلاك هوك. حسناً، فيديو اليوم هنا، ما رأيك فيه؟ مرحباً بك في المناقشة في منطقة التعليقات أدناه. شكراً لك على المشاهدة.